وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته وقالت لأخته قصيه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.